لو نلعبوا ديما الكوتش مش يلعب على نقطة القوة نتاع الملاعبين اللي عنده، مش نقطة القوة نتاع الادفيرسير، لأن إذا كان تلعبوا سير لو بلان فيزيك ضد أستراليا ما عندنا وين نمشيو. دونك والحاجة الباهية في عصام سكو حتى ولو معناها خذا حظه فريمون سي لو مومون باش خذا حظه وكان في المستوى، دونك يوريك اللي المدرب كي حكى معاه برشا وعطاه فيه الثقة، لقاه فريمون عصام ان دي ميور جوار سور لو تيران. حاجة أخرى اللي يراو حتى الجورات اللي موجودين في البنك برشا ناس ممكن متخوفة، معناها تقول لك وهبي الخزري كاركتير وكل شيء، وهبي الخزري كاركتير إلى فور كاركتير، وباهي راهو جوار كيبدا متغشش كي ما يلعبش، لأن الجوار اللي ما يتغشش ويبدا ماهوش موجود وكل شيء معناها هذاك ما تنجمش تعمل عليه، لكن الفون تاع وهبي الخزري اتو مومون تنجم تستغله. الحاجة الأخرى سيكو عصام تشوف انت دون لي مومون معناها وقت نخسروا الكره تلقاه من الجوارات الاولانيين اللي يدافع ويرجع يدافع يرجع سور كورنير، على علم ان الفريق الدنماركي ما خذاش كره معانا بالراس، معناها يوريك اللي الاجواء اللي موجوده في الميدان وفي الملاعبيه. وتبارك الله في قطر كي تشوف الاشياء اللي قاعده صايره، انا جوار يجي اليوم في كوب دي موند في قطر اكس اكس ال في اللوكس في كل شيء اللي فريمون تلعب في بلادك في بلادك كتونسي تلعب في استاد الجماهير نتاعنا راهم في المره الاولى في راس تحكيو على جوارات على الفيستيرات ينظفوا فيستيرات. جماهيرنا في 2018 في روسيا عملوا اللي ما يتعملش ومن بعد جابوا نظفوا حتى اللي الروسيين انبهروا بالاشياء هذيا.